السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد سالم تكنيكال من تراك الميكانيكال في فريق معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية أزيكس 21. إن شاء الرحمن هكون معاكم النهاردة في جزء الروبوتك سيستم. زي ما حضراتكم عرفتم خلال السيشن اللي فاتت، بداية من أول ظهور للروبوتكس ومرورا بمعنى مصطلح روبوتكس والفرق بينها وبين روبوت، وعرفنا إن الروبوتكس ده هو العلم اللي بيختص بدراسة وإنشاء الآلة نفسها أو الروبوت نفسه. عشان كده لما بكون أنا محتاج إن أنا أصمم مانيبيليت الروبوت أو روبوت ثابت، فبكون محتاج أعرف إيه هو نظام الروبوت ده أو الروبوت سيستم بتاعه من حيث الوصلات والحركة والجوينتس اللي موجودة فيه، والحاجة دي بعرفها عن طريق الروبوتك سيستم. عشان كده هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن أهم 5 عناصر موجودين عندي في الروبوتك سيستم، وهم اللينكس والجوينتس والديجري اوف فريدوم، وهنتكلم بإذن الله تباعا في السيشن الجاي عن الاند افكتور والميكانيزم. وهنبدأ إن شاء الله بأول حاجة موجودة معانا النهاردة وهي اللينكس. اللينكس دي هي الوصلات اللي بيتحرك من خلالها الروبوت اللي موجود عندي. ولو جينا نشبه اللينكس دي بذراع الإنسان زي ما حضراتكم شايفين قدامنا، فهي الساعد الموجود قدام حضراتكم ده يمثل لينك، والعضد ده يمثل لينك آخر، الاتنين متصلين مع بعض عن طريق مفصل الكوع، وده بنسميه في الروبوتك عبارة عن جوينت، وإن شاء الله هنتكلم عنها بعد شوية. طيب، عندنا في الروبوتكس نوعين من أنواع اللينكات، هما الانبوت لينكس والاوتبوت لينكس. الانبوت لينك ده هو اللينك يعتبر مصدر الحركة بالنسبة للاوتبوت لينك. يعني ايه؟ زي ما حضراتكم شايفين قدامنا دلوقتي، عندنا في الروبوت جوينت ارم ده عندنا لينك 0 ده متصل باللينك رقم 1 ده عن طريق اللينك او الجوينت الاولى، واللينك رقم 1 متصل باللينك الثاني عن طريق الجوينت 2. طيب بالنسبه فين هنا الانبوت لينكس والاوتبوت لينكس؟ اللينك رقم 0 ده يعتبر input link بالنسبة لي اللينك رقم 1. ليه؟ لأن هو اللي بيحركه عن طريق اتصاله بيه عن طريق الجوينت رقم 1 دي. وفي نفس الوقت اللينك رقم 1 ده هو يعتبر output link للينك رقم 0، لأن هو ده خارج الحركة بالنسبة لي. بالمثل بالظبط في اللينك رقم 1 واللينك رقم 2، اللينك رقم 1 ده يعتبر input link للينك 2، واللينك 2 ده output للينك رقم 1. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي في الفيديو الموجود قدامنا، اللينك اللي هو البيز اللي بتلف دي بنعتبرها عندنا اللينك رقم 1، متصلة بالذراع ده أو اللينك التاني ده عن طريق الجوينت دي. فانا بعتبر هنا ان اللينك ده او البيز اللي بتلف موجود معايا هنا ده هي الانبوت لينك، والارم اللي متصل بيها او الذراع اللينك التاني ده هو الاوتبوت لينك اللي موجود عندي. طيب بالمثل برضو في اللينك الاول ده واللينك اللي متصل بيه 2 رقم 2 اللي موجود هنا عن طريق الجوينت اللي موجوده في المنطقه دي، ده بيعتبر اللينك الانبوت للينك التاني ده، واللينك ده يعتبر اوتبوت للينك الموجود عندي هنا. شكل الحركة بالظبط بالشكل ده. تمام. طيب نتكلم عن تاني نقطة موجودة معانا النهاردة او تاني عنصر من عناصر الروبوتك سيستم، وهو الجوينتس. الجوينتس دي زي ما عرفنا من شوية في ذراع الإنسان إن الجوينتس دي هي المفاصل اللي بتمكننا إن تو لينكس متصلين ببعض يتحركوا، فبالتالي هنا عندنا في الروبوتك الجوينت ده هو
نقطة اتصال تو لينكس ببعض. زي ما حضرتك شايفين اللي قدامنا على الصورة، إن موجود هنا عندنا كل اتنين لينك متصلين مع بعض بجوينت موجودة. فالجوينتس دي are connections between two links that permits relative motion between them. يبقى الجوينتس دي هي نقطة اتصال between اتنين وصلتين مع بعض، two links مع بعض، واللي بتسمح بالحركة النسبية ما بينهم. فالجوينتس دي هي اللي بتحدد بالنسبة لي شكل الحركة ما بين أي لينكين موجودين عندي في الروبوت. طيب خلينا دلوقتي نتعرف على الأنواع المختلفة للجوينتس. أنا عندي نوعين رئيسيين من أنواع الحركة في الجوينتس، يعني أنا بقسم التقسيم ده أو التصنيف ده يعتبر مصنف بناء على شكل الحركة نفسها. أول نوع موجود معايا وهو الترانزيشنال موشن أو الحركة الانتقالية، وتاني نوع هو الروتري موشن أو الحركة الدورانية. كل نوع من النوعين دول بينقسموا لأكثر من نوع. في الترانزيشنال موشن عندنا نوعين، النوع الأول هو اللينير جوينت. اللينير جوينت ده بيكون فيه إن الأوتبوت لينك والإنبوت لينك الحركة ما بينهم بتكون عبارة عن حركة لينير سلايدنج بالشكل اللي قدامنا موجود في الفيديو ده. اللينك ده يعتبر اوتبوت لينك، لللينك ده الانبوت بتاعه الحركه ما بينهم تعتبر حركه لينير سلايدنج زي الشكل ده. طيب النوع ده من انواع الجوينتس اسمه تايب ال. تايب ال. طيب تاني نوع من انواع ترانزيشنال موشن هو الاورثوجونال جوينت. الاورثوجونال جوينت او الجوينت المتعامده بيكون فيها شكل الاوتبوت لينك عمودي على الانبوت لينك، والحركه بتكون خطيه في الاتجاه ده زي ما هنشوف دلوقتي في الفيديو اللي قدامنا. الحركه بتكون خطيه لكن الاوتبوت لينك بيكون متعامد مع الانبوت لينك اللي موجودين عندي. والنوع ده من الوصلات بيكون اسمه تايب او. طيب دلوقتي هنتكلم عن الروتري موشن او الوصلات اللي بيكون فيها الحركه دائريه او دواره. اول نوع من انواع الروتري موشن هو الروتيشنال جوينت. الروتيشنال جوينت بيكون فيها ان الانبوت لينك والاوتبوت لينك بيكون متصلين مع بعض في محور، وبيكون الاوتبوت لينك بيلف حول المحور ده زي ما هو موجود عندنا في الفيديو اللي قدامنا. الاوتبوت لينك بيلف حول المحور اللي متصل ما بين الانبوت لينك والاوتبوت لينك، وبتكون الحركه دورانيه في الاتجاه الموضح عندنا هنا في الصوره دي. التايب ده بنسميه تايب ار. تاني نوع من انواع الروتري موشن هو التويستنج جوينت، او الجوينت اللي بيكون فيها الحركه تويستنج او حركه لي او التواء، بيكون متصل فيها اللينك الانبوت باللينك الاوتبوت، وبتكون الحركه ما بينهم بالشكل اللي موجود قدامنا في الفيديو ده، عبارة عن حركة لي أو التواء ما بين الانبوت لينك والاوتبوت لينك. والنوع ده من الأنواع بيكون اسمه تايب تي. تمام. تالت نوع موجود معانا من أنواع الروتري موشن هو الريفولفينج جوينت، أو إن الحركة دي توصيفها إن الانبوت لينك والاوتبوت لينك بيكونوا متعامدين على بعض، والاوتبوت لينك بيلف حوالين المحور اللي عليه الانبوت لينك زي ما الحركه قدامنا بالظبط في الفيديو الموجود ده. الانبوت لينك متصل بالاوتبوت لينك، والاوتبوت لينك بيلف حوالين محور الانبوت بالشكل اللي هنا ده، والتايب ده بنسميه تايب في. وبكده نكون عرفنا الأنواع المختلفة من
الجوينتس عن طريق شكل الحركه اللي بتعملها كل جوينت ما بين التو لينكس الانبوت والاوتبوت. اخر عنصر موجود معانا من عناصر الروبوتك سيستم وهو الديجريز اوف فريدم او درجات الحركه. درجات الحركه دي هو العدد اللي متاح او عدد الحركات اللي متاح بالنسبه لي ان الروبوت يتحركها، او عدد الطرق المختلفه للحركه اللي بتعملها الجوينت. ف degrees of freedom او درجات الحركه of a rigid body is defined as بتعرف على انها the number of independent movement it has، عدد الحركات اللي موجود عندي في الروبوت نفسه، او we the number of different ways in which a robot arm can move عن طريق الجوينت، عدد او عدد الطرق المختلفة اللي متاح للروبوت بتاعي انه يتحركها عن طريق الجوينت. طيب الروبوتات انا ممكن اصنفها عن طريق عدد الديجري اوف فريدم الموجودة فيها، يعني كل روبوت معين بيصنف او بيوصف عن طريق عدد الديجري اوف فريدم. يعني لو شفنا دلوقتي الروبوت الموجود قدامنا في الفيديو ده، عدد الديجري اوف فريدم الموجوده فيه 4 ديجري اوف فريدم، لان عدد الحركات اللي متاح انه يتحركها 4 حركات مختلفه. زي ما احنا شايفين دلوقتي، دي شكل الحركه الاولى، الحركه الثانيه في الجوينت الثاني، والحركه الثالثه في الجوينت رقم 3، والحركه الرابعه في الجوينت رقم 4. فبالتالي انا عندي 4 ديجري اوف فريدم، فانا بالتالي اقدر اوصف الروبوت الموجود قدامي ده بانه 4 ديجري اوف فريدم او 4 ديجري اوف فريدم. وبكده ان شاء الله يكون انهينا سيشن النهارده، وباذن الله نشوفكم في سيشن جايه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.